ده الجزء الثاني، وكنا بنتكلم عن الاتجاه التقليدي في جواز تفتيش الهاتف المحمول كأصل للقبض الصحيح. معانا دكتور محمد عبد العزيز هيكلمنا عن جواز تفتيش الهاتف المحمول كأصل للقبض الصحيح. اتفضل دكتور محمد. طيب ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بعد الايه الاحكام حاولت ان تضع ضابط وهو التميز في حالات ايه؟ تفتيش الهاتف المحمول وحالات يجوز تفتيشه. يا اما يفتش يا اما لا يجوز ايه؟ تفتيشه. طيب لا يجوز تفتيش الهاتف المحمول في حاله القبض على المتهم. لا يجوز تفتيش الهاتف المحمول على المتهم، مش معقول. هنيجي نتكلم اولا هنا على الاتجاه التقليدي. مثلا جواز تفتيش الهاتف المحمول كاثر القبض الصحيح. كاثر للقبض الصحيح. المحكمة العليا الأمريكية قالت إيه؟ في قضية الضوابط العامة اللي هي بتجيز قيام رجال الشرطة بالتفتيش التالي للقبض. أوجبت يكون هذا التفتيش كويس ليه؟ هو الحاجة حماية أمن مأمور الضبط. دي رقم واحد. المحافظة على الأدلة من الضبط، يبقى أنا بفتش ليه؟ بحمي مأمور الضبط القضائي وحماية الأدلة. ماشي، خايف يا إما إتلاف الأدلة يا إما إيه؟ إخفائها. وده التفتيش محتاج حاجة. هنيجي في قضية معينة هنا نتكلم فيها برضه، اللي هي بتاعت ديفيد راي. قال ديفيد راي ده كان بيسوق، عنده سايق سيارة سعادة البيت. ماشي، فراحوا موقفينه في السكة، هو ده موقفه في السكة. طبعا هوب في الرخصة يا عم الباشا، اتلاقى رخصة القيادة الخاصة متهم موقوفة. الرخصة بتاعته موقوفة. رخصة العربية منتهية. حلو الكلام؟ يعني الاثنين سايق عربية كأنه ماشي على رجليه. ده دي الرخصة دي شغالة، بتاعت العربية ما شغالة. ورخصة الشخص نفسه ديفيد رايلي موقوف. كويس؟ المهم خدوه ودوه فين؟ خدوه على الاسم. لما خدوه على الاسم والعربية، راح قايم ضابط تاني بقى بالتفتيش، بيفتش العربية. وهو بيفتش لاقي ايه؟ حتتين سلاح حلوين قوي كده، ماشي، تحت غطا محرك السيارة. حتتين سلاح كده ومحشيين بإيه؟ بالذخيرة. كويس؟ تحت غطا محرك السيارة. خبيهم هو بقى، محشيين بالذخيرة. طيب، طبعا هنا أثناء التفتيش وجد أشياء تربط رايلي بعصابة الشوارع كمان، يعني السلاح بس، فتلاقي حاجات بتربطه هذا الشخص، يعني لا معاه رخص ولا رخص السيارة ومعاه سلاح. أدي ثلاثة أربعة، تلاقي معاه حاجات بتثبت إن هو مرتبط بإيه؟ بعصابات معينة، عصابات الشوارع. ماشي، عصابات إجرامية من عصابات الشوارع. طيب المهم ايه؟ قام بضبط هاتف ايه؟ المحمول بتاعه اللي هو كان موجود في جيب ايه؟ في جيب السيروال بتاعه. هذا الهاتف ذكي. في هواتف اسمها هاتف ذكي، ذكي جدا. ماشي، ولاحظ الضابط موجود بعض الكلمات الموجوده في الرساله. يعني مثلا ايه؟ يقول لك ايه؟ حرف ر، حرف سين، سين يعني سيد، ر يعني رجب، ح يعني حسين. مثلا ايه؟ توقع الضابط قال لك ايه؟ ممكن الحروف دي ايه؟ الموجوده في الرساله دي بتاعت اسماء، اسماء المؤيد بتوع العصابه اللي بتتصل بيهم. ماشي، قال لك ايه؟ في قائمه اسماء هنا بحروف مختصره. اعتقد ضابط كده انها حروف تستخدم في لغه العمليه الدلاله على ايه؟ افراد العصابه. المهم بعد ساعتين قام ضابط متخصص بفحص محتويات الهاتف، وجد صوره للمتهم امام سياره اشتبه ايه؟ السياره دي اشتبه انها كان عامله حادثة أو قضية أو حاجة كده انخلطت في واقعة. وقت إطلاق إيه؟ نار منذ أسابيع. أوبا، اتهم رالي في هذه الحتة دي بالذات بالشروع في القتل. لأن دي قضية كانت قديمة. قضية من مدة كده، هوب تلاقي إيه؟ لفنت صوته على إيه؟ على الموبايل، وتلاقي إيه؟ صوت العربية. فاتهم بإيه؟ بالشروع في القتل. بإطلاق عيلة نارية وقتل الاعتداء. طبعا رالي راح طاعن قدام الاستئناف على هذا الحكم اللي هو حكم. طبعا عيدة الاستئناف حكم ضده. عيدة الاستئناف حكم ليه؟ ده انت راجل، ده انت سارق، معكش رخصة، معاك سلاح.
صورتك على الموبايل وانت بتضرب نار وبتدفع كمان. راح دفع قدام ايه؟ محكمه الاستئناف على هذا الحكم. المحكمه الاستئناف قيدت الحكم ضده، ماشي، قيدت الحكم اللي سبق ان اصدرته المحكمه العليا للولايات كاليفورنيا في قضيه ايه؟ في قضيه بتاعه كروز. هنا في قضيه ما قدم ان التعديل الرابع للدستور الامريكي يجيز تفتيش الهاتف المحمول كاثر للقبض الصحيح بدون اذن تفتيش. ما دام القبض صحيح ومفيش اذن، مفيش اذن هنا بدون اذن تفتيش، من حقك ما دام القبض صحيح من حقك تفتش المحمول. كويس؟ من حقك تفتش الهاتف. في واقعه ثانيه في سنه 93، واقعه حصلت في سنه 93. الواقعه دي طبعا كان ايه؟ لو احنا ممكن تبقى تشوفها كده يعني في المراقبه الالكترونيه ممكن تيجي معاك برضه الواقعه دي. طبعا واحد في الشرطه او ضابط شرطه اتخفى، اتخفى بشخصيه ايه؟ مشتري مخدر هيروين من واحد معايا. اتفق معاه ان هو ياخد منه ايه؟ كميه، اتفق معاه ياخد كميه ايه؟ من الهيروين من هذا التاجر، تاجر هيروين. واتفقوا مع بعض وخلاص اوكي، وياخدوه فين؟ في احد الفنادق، يتقابلوا هناك وياخدوا الحاجه ايه؟ منه. المهم الشخص ده راح متصل بمين؟ بواحد تاني، كويس؟ عن طريق ايه؟ من هاتف الفندق. خلي بالك نقطة، خلي بالك نقطة، هاتف الفندق ده بجهاز نداء آلي خاص بمتهم آخر، اللي هو قام بالاتصال بالمتهم الأولاني عن طريق إيه؟ نفس الرقم. تاني الفندق راح متصل بيه قالوا الحاجة جاهزة جاب الحاجة. ماشي. أوكي. المهم اتفق إن إيه؟ يحضر له كمية الهيروين اللي متفق معاه اللي هو الراجل، مش بقى المتخفي اللي هو الظابط، لا، الراجل اللي هو متفق مع الظابط. اتصل بالراجل التاني، الراجل التاني جاله الفندق، جاله الجراج بتاع الفندق، هياخد منه كميه ايه؟ الهيروين، هيسلمها له. طبعا في شرطه سريه موجوده فين؟ في الجراج. ما ادوش يقبضوا عليه دلوقتي. راح مديله الشنطه، خد الشنطه طلع بقى على فوق، ده خد الشنطه طلع على فوق على الاوضه بتاعته، هوب الشرطه السريه هتقبض على مين؟ على الشخص التاني اللي هو فين؟ اللي هو في الجراج، اللي هو سلمه الحاجه، التاني طلع على فوق. على الاوضه بتاعته مع الشنطه، هيسلمها لمين الشنطه دي؟ للضابط المتخفي اللي هو اتفق معاه. ماشي كويس. طبعا خلال دقائق هنا الشنطه الوين جت الضابط، اتخذ الضابط المتنكر، هوب راح قبض على ايه؟ على هذا الشخص بمساعده مين؟ بمساعده رجال الشرطه. اوكي، بمساعده مين؟ افراد الشرطه السريين. طيب طبعا كان في هناك رجال شرطه موجودين في جراج المقبض على رجل اخر. كويس؟ لما تم القبض على المتهم الثاني والتحفظ على الجهاز الالي اللي هو كان بايه؟ بحوزاته، وتفتيشه تبين انه يحتوي على معلومات وبيانات مهمه جدا. جه المتهم الثاني بقى قال لك لا، راح مدافع قال لك بطلان التفتيش. بطلان التفتيش جهاز النداء الالي ومنوتك على هذا التفتيش. محكمه مقاطعه شمال كاليفورنيا في امريكا عملت ايه؟ قالت لك بقى ايه؟ قضت ان هذا ان على الرقم الامر المضبوط ده له مصلحه وخصوصيه محتويات ذاكره جهاز النداء الالي. الخصوصيه لا محل لها. هي واقع التفتيش تاليه لقبض المشروع. انت ادام فتشت قبضت فتشت خلاص في قبض يعني في خلاص. هنا وضع ايه؟ ضابط مستمد من ايه؟ من اصل تفتيش الهاتف في حاله وجود صله بين هذا التفتيش وبين الجريمه اللي دفع القبض النجده. المحكمه العليا الامريكيه قالت لك كده بتعلق بتفتيش ايه؟ اللي هي ايه؟ الموجود عليه الحاجه الموجود عليها بتقول لك هنا ايه؟ اذا اجاز هذا التفتيش كاثر للقبض المشروع في احدى حالتين، هما الحالتين دول. إذا كان الشخص قادر على الدخول في السيارة، هيبقى النقطة دي بقى تانية إيه؟ حاجة تانية. إذا كان الشخص قادر على الدخول في السيارة أي يكون بمكنوت الاتصال بالسيارة ماديًا، بين مقتضيات الحفاظ على الأدلة
دي الحاجه الى ضمان امن القوه، امن الضابط. قلنا ايه؟ ممكن يكون سواق معاه سلاح او حاجه، ماشي، يبقى تفتيش محتويات السياره. خلاص اتفتش السياره. الحاله الثانيه، اذا كان التفتيش يعتبر اجراء معقول يبعث على الاعتقاد بوجود دليل. في تفتيش هنا انت بتدور على دليل، ماشي، قد يحصل عليه بالسياره ويتعلق بالجريمه اللي هو اتقبض عليه من اجلها. ممكن تلاقي الدليل في العربيه، انت بتدور على جريمه معينه وفتش لقيت الدليل في العربيه، يبقى موجود هو الدليل، ماشي. في هناك صله، هناك في الحاله دي في هناك صله بين تفتيش السياره والجريمه اللي اتقبض على الشخص من اجلها، ماشي. المحكمه العليا الامريكيه قالت كده، عملت التفتيش على السيارات لم تمده الى الهواتف. قلت لك فتش يا سيدي السياره براحتك، يا ما تعرفش السياره سيارات فتش، ولم تمده الى الهواتف، ولكن كثير من المحاكم بمدة تطبيق هذا المبدا الى الهاتف المحمول. هو بيكون فين؟ في حوزه المقبوض عليه، في حوزه المتهم، في حوزه المتهم، ماشي. ليه؟ انت بتقعد بتدور بتنقب على الدليل، بفتش ازاي؟ لازم يكون في تفتيش عشان في تنقيب عن الدليل. بعد المحاكم الفيدرالية، ماشي، استبعدت الادله في جرائم حيث المخدرات والمتحصل عليها من تفتيش هاتف المقبوض عليه من اجل قيادته لسياره برخصه موقوفه صلاحيه في ولايه فلوريدا. طيب هناك في صله بين تفتيش الهاتف والجريمه اللي اتقبض عليه من اجلها. بقول لك بعد الفقه في التساؤل هنا، اللي هم الناس اللي بيقول لك فقه وكلام من ده، اثار بعد الفقه ايه بقى؟ بتساءل عن ماهيه الجرائم التي تجيز تفتيش الهاتف المحمول وهو ما يؤدي الى الاختلاف في التطبيق. تفتيش الهاتف في هذه الحاله مبرر، لانه ايه؟ لانه يتوقع لسبب معقول. اللي هو ايه؟ السبب هنا؟ هتلاقي فيه دليل، وده لازم يكون فيه دليل، لابد ان يجد به دليل يتعلق بالجريمه، يتعلق بالجريمه. طيب الدليل ده رساله نصيه او مسجل لمواقع للموقع المضمن على الدلاله الحكم، ده الدليل، ده دليل جاي من اي حته اسمه دليل وجاي من الامر. طيب بقول لك اتجاه القوى بعدم جواز تفتيش الاجهزه الالكترونيه المحموله اللي هي المضبوطه حوزه المتهم بناء على قبض صحيح. عدم جواز تفتيش الاجهزه الالكترونيه المحموله اللي هي المضبوطه بحوزه المتهم بناء على يعني قبض صحيح ومش هاخد الاجهزه. بنشوف الحته دي، لازم نشوف قضيه عشان نفهم الايه؟ نفهم المنطقه دي، نفهم الايه؟ الحته دي، قبض صحيح ما تفتيش الاجهزه الالكترونيه، قبض غير تفتيش الاجهزه. طيب في واقع هنا عرض على القضاء ولايه كاليفورنيا برضه 2007، في صدور امر اذن قضائي بتفتيش اشخاص مترددين على احد المنازل. ثلاث حالات هنا استخدم في تلك المخدرات. هنا قال لك تفتيش اشخاص. الاشخاص دول بيترددوا على احد المنازل، كويس، اللي هي ادله التحديات من المنازل دوت بقى تستخدم في ايه؟ المخدرات. وكاثر لهذا الاسم قالت ان المنزل ده فيه تهريب مخدرات. في اشخاص بيروحوا على المنزل دوت اللي فيه تهريب ايه؟ مخدرات. هنا بقى في اذن هنا. اثر لهذا الاسم اجار الشرطه قاموا بالقبض على عدد من المتهمين دول. قاموا على ايه؟ بالقبض على عدد من المتهمين. واصطحبوهم بعد القبض عليهم ايه؟ اسم الشرطه. خلي بالك النقطه اللي جايه دي يعني فيها لعب الشرطه. وبعد فتره من الوقت، خلي بالك فتره من الوقت فيها دفع هنا بقى. وبعد فتره من الوقت تحفظوا على هواتفهم المحموله ووضعوا كل منها في مظروف. حطوا كل موبايل من اللي هم قبضوا عليهم دول في ايه؟ في مظروف معين. واستمر التسجيل المعلومات لمن ضبطت معه. وتم ايه؟ فحص ذخيره الهواتف بعد كده. وضبط بعد الادله التي قدمت ضد المتهم. طبعا المحكمه هنا قضت بايه؟ كاليفورنيا غير بايه؟ باستبعاد الدليل المتحمل من الهاتف المحمول. ليه؟
المفروض قلنا ايه؟ بعد القبض جاز ايه؟ التفتيش. انت ابطل، خدت القبض، خدت الموبايل بتاعه حطيته فين؟ في ظرف. بعدها بيوم بيومين بثلاثه رحت ايه جايب الموبايل بشوف فيه قلبي ايه؟ ما ينفعش. المفروض بعد القبض مباشره اخد الهاتف وابص بيه. لكن قاعد يوم اتنين تلاته كل سنه وانت طيبه كده ايه؟ دفع صح بتاعه هو ان انت ما تفتش في الهاتف المحمول. ما تفتش في الهاتف. نيجي هنا. بس بدل طب هنا يجب ان يكون تفتيش متزامنا مع القبض. وتفتيش ايه؟ الهاتف في هذه الواقعه لم يكن معاصرا للقبض. وفي هذه المحكمه اسست حكمها على دعمتين وهما الهواتف المحمولة الحديث تمتلك قدرة على تخزين قدر هائل من المعلومات الخاصة. اثنين، يكون التفتيش صحيح امتى؟ يجب ان يتزامن مع القبض. اما التراخي في التفتيش الى ما بعد القبض كان في نظر المحكمة غير مشروع. في نظر المحكمة ده غير مشروع. ليه؟ ابط فتش طلع الهاتف المحمول فتشه شوف في ايه. المفروض كده على طول قبض تفتيش. خدت الموبايل حطيته في ظرف ومش عارف ايه وكلام من ده ما ينفعش. يبقى خد وقت معايا. هنخش على القانون الالماني. الاقوال القضيه دي النهارده خش على القانون الالماني عشان ايه؟ في قضيه برضه كده. هنا وجوب صدور الامر القبض من القاضي وحالات القبض المقضي. قلنا هناك وجوب في ايه؟ في الامريكي اول كلمه قلتها خلي بالكم منها ايه؟ احوال القبض على الشخص في القانون الامريكي. ماشي؟ هنا نفس النظام بقول لك هنا ايه؟ القاعده الاصوليه في القانون الالماني. ازاي برضه القبض امر القبض يجب صدوره من القاضي وفقا للضبط والاسباب. هناك يا اما في امر مسبب بالقبض يا اما ما فيش امر. ليه؟ قلنا عشان بيبقى عن طريق الشرطه. هنا امر القبض يجب صدوره من القاضي وفقا للضبط والاسباب التي نص عليها المشرع. طيب هنا الشرع الالماني اجاز ايه؟ لكل شخص بدون صدور امر من القضاء الحق في القبض المقضي. ماشي؟ يبقى في ممكن قبض القبض اذا ضبط المتهم فين؟ في حاله تلبس. برضه هناك قلنا فين؟ لو انت فاكر القانون الالماني في القانون الامريكي فين الحته برضه؟ في حاله التلبس. او في جنايه وما بتقبضش عليه في الجنح. صح؟ في الجنح في حد تلبس يقبض، لكن الجنح لا، لكن جنايه يقبض. ماشي؟ ده في القانون الايه؟ الامريكي. هنا في الالماني. ده الماني. المشاعر الالماني قال لك اه ضبط المتهم في حاله تلبس. اذا كان ملاحقا اذا كنت خايف لا يهرب ما عندوش اثبات شخصيه ده يتقبض عليه. ماشي؟ المشرع هنا برضه اجاز للنيابه العامه ايه؟ وضباط الشرطه في حالة استعجال القبض على المتهم. حالة استعجال القبض على المتهم. النيابة العامة وضابط الشرطة. على المتهم في غير حالة التلبس. ماشي؟ رجع بحالة التلبس هنا. في حالة استعجال يتقبض على المتهم عن طريق النيابة العامة أو ضابط الشرطة. إذا توافرت أسباب القبض. طيب. هنا عبط. لا يجوز ان تزيد مده القبض عن اليوم التالي التنفيذ. هو اتقبضت عليه النهارده المفروض احكم. المفروض احكم. تاني يوم عدى خلاص. عدى خلاص اكتب صراحه. يا اما اكتب صراحه يا اما اعرضه على فين؟ على القاضي. بطلب حبس حطيان امالا بيطلب ايه صراحه. مش مشان الامانه اجاز ايه؟ امر القبض المؤقت اذا كان المحتمل اتخاذ قرار فوريا برجعات عاجله. لو كان في اجراءات عاجله ممكن يبقى في امر ايه؟ قبض مؤقت. التحفظ على الاجهزه الالكترونيه بحوزه المتهم. لا تسمح نصوص قانون الاجراءات الجنائيه في القانون الالماني هنا بتفتيش الاجهزه الالكترونيه الا اذا صدر امر من القاضي بتفتيشها. خلي بالك بقى يبقى هنا لازم يجيلي امر من القاضي بتفتيش ايه؟ الاجهزه الالكترونيه. هناك قلنا محكمه العليا الامريكيه القبض صحيح في تفتيش امريكا. كويس؟ نيجي في المانيا الماده 94 في المانيا
قول له في مصر مادة 46 والمادة 57 والمادة 54 وحال التلبس وكلام من ده كتير. قلنا في أمريكا ماشي في دفع هناك وفي قواضي وكلام من ده عشان برضه المحمول والكلام ده والقبض والحاجات دي. ألمانيا هنا قال لك اه في شغل هنا في ألمانيا. المادة 94 تقول لك ضبط الأشياء والتحفظ عليها من أجل الدليل. ضبط تحفظ عليها من أجل إيه؟ الدليل. وتكون في عيادة مين؟ الشخص. وتتوفر لها أهمية كدليل في التحقيق. لازم تكون دليل في التحقيق. يجب ضبطها والتحفظ عليها. المشاريع العمالية قال لك إيه؟ تطلب سلطات الضبط والتحقيق من الشخص تسليم مبلغ حوزته من أشياء. من أشياء لها أهميتها كدليل. أنت متهم معاك حاجات معينة، سلمها. سلمها بالراحة كده وخد يا باشا دي موجودة معايا كذا. طب رفضت تسليمها يا حبيبي. رفضت تسليم الحاجات دي. كنت معاك حاجات كدليل إن أنت متهم في جريمة أو في واقعة معينة. بسلم حاجتي بالراحة كده، اتفضل ماشي. أنا مش عارف أسلم الحاجة. أول حاجة مش عارف أسلم إيه؟ الدليل ده. ماشي اللي تيجي المحكمة تؤمر بينا بتغريمه. ادفع يا ريس غرم رقم واحد. طب إصرار على عدم التسليم، يصر على عدم التسليم. قلنا الأول راجل مش عاوز يسلم، هاند ادفع فلوس. النقطة الثانية بيصر على عدم التسليم، هيعمل ايه؟ جاز القبض عليه، يجوز القبض عليه في هذه الحالة. خلي بالك معايا، والتحافظ على الأشياء هنا بالقوة بقى. دي عاملة زي إيه؟ إجراءات تحفظية اللي هو بيقولوا عليه إيه؟ إجراءات تحفظية. أنت بتجيب الراجل بالراحة باللين، بيبعت واحد بيجيبه، تعالى يا ابني في قبض، في مفيش قبض، خد ورقة أنت مطلوب بالنيابة كذا كذا، ما جتش قاضي التحقيق بعد تاني مرة هو بيروح بعتك قوة تجيبها غصب عنك. نفس النظام هنا. انت معاك ادله ومعاك اشياء بناخدها منك بالراحه، بتقدمها بالراحه باللين وبالراحه كده خلاص. ما بتقدمهاش في الاول من غرام. انت مصر على انك ما تقدمهاش، مصر على انك انت ما تقدمهاش، لا هيتقبض عليك وهيتحفظ على الاشياء اللي معاك غصب عنك. ماشي. طيب هنا جزء ايه؟ ان يجري التسليم المشتبه فيه هاتفه المحمول بناء على طلب منين؟ من النيابه العامه. المشتبه فيه بناخد منه بسلم الهاتف بتاع المحمول بناء على طلب النيابه العامه. ماشي. طيب او الشرطه اثناء اجراء التحقيق كما يجوز ان يسلمه بارادته. شوف بقى هنا ايه، يسلمه بارادته. انت راجل بتقول ايه؟ قبضت على الراجل دون، يجي معاه هاتف محمول، اتفضل يا باشا الهاتف اهو، بسلمه بارادتي، بسلمه بارادتي دون ايه؟ دون اي حاجه، دون صدور امر بذلك ولا حاجه. هذا ايه؟ بيجي امر بالتحفظ من المحكمه. ولكن في الايه؟ في الحالات في الايه؟ الحاجات اللي هي الجامده، الحاجات الباطله. بيكون الامر من ايه؟ من النيابه العامه. الامر هنا الحاجات العاجله بالذات بيكون الامر من النيابه العامه او رجال الشرطه. الحالات العاجله يكون الامر من النيابه العامه او من رجال الشرطه. في حاله التحفظ على شيء بدون امر من المحكمه. ماشي. وكان المتهم هنا غير حاضر وقت التحفظ او احد اقربائه مش البالغين، يجب الحصول على تأييد ايه؟ من المحكمه على اجراء التحفظ خلال 3 هنا الامر يجي المحكمه. بس الامر يجي المحكمه ايه؟ الراجل ده مش موجود واقربائه مش موجود. ماشي. من اي طريق هنا في حصول بتأييد من المحكمه على اجراء التحفظ. التحفظ ده خلال 3 ايام. طب اذا صدر امر توجيه اتهام للشخص، لازم لو في اتهام صدر، خلي بالك اتهام الشخص يعني صدر اتهام للشخص، لازم اخذ للمحكمه خلال 3 ايام. امر تحفظ الاول خلال 3 ايام. خلال 3 ايام اتهام بوجه تهمه للشخص دون، لازم اعمل ايه؟ اخذ للمحكمه خلال 3 ايام بالتحفظ عليه. ماشي. طيب التوسع في مدلول الشيء محل الضبط والتحفظ. طب ايه هو هنا مدلول الشيء محل الضبط والتحفظ؟
في الماده 94 اجراءات جنائيه، قلنا كل الماني كل الماده 94 القانون المصري ماده 46 ماشي. القضاء الالماني بيعتبر الاشياء على نحو يتسع ليشمل الهواتف المحموله كموضوع يصلح ان ايه ينصب عليه اجراءات حظر. فاحنا وصلنا ايه؟ قال لك ماده 94 بيقول لك هنا ممكن الهاتف المحمول، الهاتف المحمول اللي هنستخدمه هنا ايه؟ يشمل ايه؟ كموضوع ايه؟ يصلح ان ايه؟ يتصب عليه اجراءات حظر. فحص وفحص وتفتيش الاجهزه القانونيه. أجهزة المشرع هنا بقى اللي هو الماني كقاعده بقى، تفتيش اعمل حاجه، تفتيش جسم الشخص، الجسم نفسه بتاع الشخص المشرع عايز تفتيشه ومسكنه ومكانه الخاص والاشياء المملوكه له. ده اذا كان ايه مشرع قال ايه لو كان مشتبه فيه، مش اي حد اروح افتش وافتش مسكنه وافتش وافتش، لا ده لو هو مشتبه فيه الشارع الامانه قال لك اه هو مشتبه فيه، فتش كل حاجه عنده، اي حاجه اي حاجه فتش فيها، ممكن يكون مرتكب جريمه، مشترك في ارتكاب جريمه مثلا، او تعامل في بيانات مسروقه، او يجري، او عمل واقع، عمل نصيبه عاوز يهرب مثلا ماشي، عمل عقل العداله، يبقى القبض على المتهم وتفتيش الوصول الى البيت ماشي. يصدر الامر هنا بالتفتيش منين؟ من القاضي. التفتيش هنا بيصدر الامر من القاضي. اما في الحالات العاجله احنا قلنا الامر منين؟ الحالات العاجله هي بكل امريكي، يا اما من النيابه العامه يا اما من الشرطه في الايه؟ في الحاجات اللي هي بتبقى ايه؟ مستعجله. عجل دي الماده 100 كام؟ 105 لا تحقيق. الماده 110 اجراءات دي بتاعت فحص الاوراق ماشي، وايه وسائل التخزين للحاجات دي. دكتور نايف يجوز للنيابه العام ورجال الشرطه من المعاونين نقله في التحقيق فحص الاوراق التي وجدت في حوزه الشخص محل التفتيش، ولا يجوز للموظفين العموميين فحص اوراق الشخص الا اذا هو سمح بذلك. يعني ممكن موظفين عندهم يفحصوا الاوراق، هذا الشخص المتهم هو قال لهم افحصوا اوكي، قال لهم لا يعني لا ما تفحص الاوراق، انت كموظف ما تفحصش الاوراق، اللي يفحص اوراق اللي هو مسؤول اللي هو بتاع ايه، يا اما واحد من النيابه يا اما من الشرطه يفحص الاوراق. لكن فينا ما وافقش، بنحط الاوراق في مظروف كويس ونختمه تك وبوديه فين؟ وروح بعتينه للنيابه العامه ماشي اوكي. في هذا الوقت يجوز فحص الهواتف المحموله وغيرها من الاجهزه الالكترونيه. هنا من شأن تفتيش هذا الهاتف ان يتمخض عن دليل، لازم يجي لي دليل له اهميه في دعم في ايه؟ اهميه في ايه؟ في دعم من نتائج التحقيق الجاري. هنا انا بفتش وفي هاتف محمول وخدت الهاتف وبفتح وابص فيه مفيش دليل، يبقى لازمته ايه ماشي؟ يبقى لازم هنا في توافر امكانيه ايه بالفعل امكانيه تفتيش هذه البيانات، واذا لم يصدر قرار بتفتيش الهاتف المضبوط فان القيام بهذا التفتيش يكون غير جائز. لازم يكون في امر هنا امكانيه تفتيش هذه البيانات، امر لازم يكون امر يصدر امر او قرار بتفتيش الهاتف المضبوط، في امر بالتفتيش. ما فيش امر بالتفتيش الهاتف المحمول ده بالذات يبقى التفتيش غير جائز. التفتيش ما بتفتش فيه، قلت فيه دليل، قلت فيه 50,000 دليل، التفتيش بتاعك ايه؟ غير جائز. غير ايه؟ غير جائز. طب انا اقول تضع اجراءات التحفظ على الاجهزه الالكترونيه وفحصها لمبدا ايه؟ التناسب. حلو مبدا التناسب. يعني اجراءات هنا التناسب اجراءات التحفظ والتفتيش مع جسامة الجريمة. يعني أنا بتحفظ أو بفتش مع جسامة الجريمة، مع جسامة الجريمة، يعني جريمة كبيرة، جريمة قوية، جريمة كبيرة جدا، أنا في جسامة الجريمة، جريمة كبيرة، جريمة مخدرات، جريمة حاجة جامدة، أكل، حاجة زي كده، إعدام، مش عارف، الجرائم الكبيرة دي يبقى في تناسب بينها
عشان ايه؟ اقدر في اجراء هنا في التحفظ والتفتيش. ازاي افتش ازاي احفظ؟ عشان اقدر اجيب الدليل، اقدر اجيب الدليل. يبقى ارتباط الغرض من التفتيش بالجريمه التي يجري تحقيقها وتكشف دليل يتعلق بجريمه اخرى. حلوه من شويه دي، ده من حوالي 10 دقائق. ليه ايه؟ انت بتفتش على دليل معين في هذا المكان. ليه دليل تاني؟ ماشي؟ ليه دليل تاني؟ خلاص؟ انت بتفتش على الدليل او على حاجة يؤدي للحصول على الدليل اللي انت عايزه. جه في التفتيش لقيت دليل يتعلق بجريمة تانية اخرى ارتكبت بالفعل، جريمة حدثت بالفعل. بتعمل ايه في الساعة دي؟ انا في حالة تلبس وفي جريمة في كل حاجة. هل انت كمأمور ضبط قضائي بتعمل حاجة؟ لا. بتروح محول على طول بتغسل مين؟ النيابة العامة. زي ايه عندنا في مصر هنا؟ في المحكمة. جيب المحكمة واحد عمل مشكلة وعمل قضية في المحكمة وقاعد في وسط الناس وعمل قضية طق 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 اوب عمل مشكلة. هل في الساعة دي بيقوم يعمل له حاجة؟ بيروح محوله على النيابة. اوتوماتيك تحول على النيابة العامة على طول ويتحاكم. ويتحاكم. ماشي؟ نيجي هنا الفصل التالي وتتبع أماكن الأجهزة الأوكية. تتبع الأماكن التي ارتدها الشخص. الشخص قاعد يروح الأماكن دي، ماشي؟ وراح هنا وراح هنا ومش عارف ايه، وفي الحاضر والمستقبل قاعد يلف في بالي ساعات. هنا في ثلاث وسائل هنتكلم عليها. أول حاجة تتبع الهاتف المحمول من خلال الإشارات التي يرسلها إلى شركات تقديم الهاتف. كويس؟ أدي أول حاجة بقى عن طريق الهاتف المحمول. تاني حاجة تتبع الأماكن عن طريق جي بي إس. يا عم كأنك راكب عربيتك الملاكي ورايح مشوار مش عارف الطريق منين، وتقوم مشغل تروح كاتب على الموبايل بتاعك وهو جايب الجي بي إس وكاتب عليه، يقول لك خش يمين بعد 100 متر، خش شمال بعد 10 متر، خش مش عارف ايه، لغايه ما توصل هم بيقول لك انت وصلت المكان المعين اللي انت عارفه. ماشي؟ يبقى تاني حاجه عن طريق تتبع الاماكن العالمي، الاماكن العالم جي بي اس. ثلاثه تتبع الاماكن التي ارتدها حائز الهاتف المحمول من خلال تنظيم الهويه، ممكن عن طريق الراديو. عن طريق ثالث حاجه عن طريق نظام تحديد الهويه بموجات الراديو هي ار اف اي دي. ماشي؟ يبقى اول حاجه تتبع الاماكن التي ارتدى حائز الهاتف المحمول. واحد مع هاتف محمول. ماشي؟ اتصال مستمر وشغال. شغال على طول. الهاتف المحمول ده له دائره واسعه من الوظائف، من خلاله اتصاله مستمر بهوائيات الارسال والاستقبال. في مواقع هاتف محمول مستمره منتشره جدا في المناطق الجغرافيه عندنا. يعني ممكن تلاقي مثبته على البرج فوق. مثبت على العمارات، كل ده عشان ايه؟ عشان يقوي الايه؟ الاشاره بتاعت الهاتف المحمول. تقويه الاشاره. ماشي؟ طب هنا بالنسبه للقانون المصري، لم يثر جدل هنا امام القضاء المصري عند ايه؟ عند جواز تتبع اماكن هاتف المحمول او غيره من الاجهزه الرقميه وماهيه الضبط القانونيه اللي تجعل هذه الاجراءات مشروعه وفقا للماده السادسه من قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. بقول لك هنا بقى الماده بقول لك لجهه التحقيق المختصه بحسب الاحوال ان تصدر امرا مسببا لمأمور الضبط القضائي المختصين هم مختصين لمده لا تزيد عن 30 يوم قابله للتجديد بمره واحده في كاف في متى كان ذلك من فائده في ظهور الحقيقه على ارتكاب جريمه معاقب عليه مقتضى احكام هذا. يعني عندك هاتف محمول في مده معينه قال لك 30 يوم وممكن تتجدد 30 يوم تاني عشان تجيب هنا تجيب تظهر الحقيقه عندك وتجيب الدليل اللي احنا عايزينه بمعنى صح. في جريمه معاقب عليها مقتضى احكام هذا القانون، يبقى احنا هنعمل هنسيب يا عم الهاتف شغال عندنا هنا ونبص عليه والمأمور ضبط القضاء هيشتغل عنده مدة 30 يوم. ايه ما جددته ماشي عشان يقدر يجيب يقبض على هذا الرجل في الجريمه بتاعته. طيب تتبع مكان الهاتف المحمول امام القضاء الامريكي. تتبع اماكن حائز الهاتف المحمول امام القضاء الامريكي.
عندك هنا في قضيه بقى ايه واخده ثلاث ارباع ايه الكشكول. فديت كان ايه كالبنتر داون قضيته كبيره قوي وفيها شغل جامد جدا جدا، ودي اخر حاجه ان شاء الله هنتكلم. اول حاجه الامر هنا عرض على قضاء ومناسبه قيام الشرطه الاتحاديه بالقبض على اربع رجاله هنا شرطه الاتحاديه قبضت عليهم. ليه؟ الاربع رجاله دول اشتبهت فيهم ان دول بيسرقوا ايه؟ سلسله من محلات كمبيوتر في احد ايه؟ الولايات الامريكيه. المهم اعترف احد المتهمين اللي هو اسمه كاربنتر بالسرقه دي، هو افراد العصابه. بيقول لك ايه؟ قال لك الراجل ده قال لك إيه؟ احنا في خلال اربع اشهر سرقنا 9 محلات في ولايتين تانيين. شوف بقول لك ايه؟ في ولايتين تانيين، يعني مش في ايه؟ مش ولايه بس رساله، فرق في ولايتين تانيين. طيب وحدد المتهمين بالاسم. راح كده حددوا المتهمين، قال لهم ايه؟ فلان وفلان وفلان اللي هم ايه؟ مساهمين معاه في السرقات. وادى الشرطه الفدراليه ارقام الهواتف بعد الاشخاص. المهم الشرطه قامت ايه؟ بمراجعه سجلات الهاتف ده والتعرف على الارقام الاخرى الموجوده. طب هنا في طلب حصول على سجلات هواتف المتهم اسنادا للمعلومات اللي ادلى بيها المتهم كاربنتر اللي هو معترف بيها طبعا. تقدم الادعاء العام بطلب الى المحكمه لاصدار امر بالحصول على سجلات الهواتف المحموله اللي هو مشتبه بيها استنادا الى قانون الاتصالات المخزنه اللي هو قانون بعد تعديله سنه 94 يسمح لسلطه التحقيق والاتهام ان تلزم شركات الاتصالات بكشف بعض سجلات الاتصالات اذا كانت تقدم وقائع محدده ومكتوبه بان هناك اسباب معقوله تبعث على الاعتقاد بان هذه السجلات المطلوبه تتصل بشكل ايه؟ بشكل لازم بتحقيق جنائي. وبناء على هذا الطلب اصدر احد القضاه في المحكمه الايه؟ القضاه اللي هم الفدراليين دول امر مش كتير اللي هم ايه؟ اللي هم بتوع ايه؟ التنقل اللاسلكي بالمناطق الوظيفيه اللي توجد بها ابراج الهواتف المحموله لكشف المعلومات عن المكالمات اللي هم عملوها اللي هو كاربنت عملها هو وايه؟ والعصابه بتاعته. ماشي. المهم سلطه التحقيق هنا والاتهام حصلت على ايه؟ على ما يقرب من 13,000 بيانات. وكل ده كان بحوالي كام؟ 127 يوم. 127 يوم. المتهم هنا بدا يدافع عن نفسه، كاربنت بقى ايه؟ جه يدافع عن نفسه هنا. انت راجل انت عندك عده تهم، انت سارق ومعاك اربع تنفار. واديتهم اسامي الهواتف بتاعتهم وبتسع محلات وسنه 9 محلات في ولايتين تانيين، انت عايز اكتر من كده؟ قال لك لا. وجه الادعاء العام عده تهم الى قلبه بارتكاب السرقه بالاضافه لحمل سلاح اثناء ارتكابه جريمه من جرائم الارعام الفدرالي. طلب المتهم قبل المحاكمه استبعاد البيانات اللي هي ايه؟ المتحصل عليها من مواقع الهاتف المحمول الخاص، لان سلطه الشرطه والنيابه خلافته التعديل الرابع للدستور الامريكي. للدستور في تعديل رابع هنا عندهم الدستور الامريكي، هنا قال لك النيابه خالفت هذا التعديل. ماشي. وضبط هذه السجلات لانه قد تم الحصول عليها بدون مذكره معززه وفقا لضابط ايه؟ السبب المحتمل. يعني في سبب هنا انت ايه؟ النيابه ما تاخدش سبب محتمل، لك انت ايه؟ تاخد المحمول بتاعنا وتشوف في ايه؟ ماشي يا عم حاج. الامر هنا بيخالف ايه؟ نص الدستور عليه. الأدلة اللي ظهرت أثناء المحكمة، إيه الأدلة دي؟ قال لك 7 من المتهمين دول قال لك إن كاربنتر دون كان هو أول من تولى زعامة المجموعة اللي هي نفذت الجرائم دي.